في ألقى مشلي أقيمت القداديس ورفعت الصلوات في ذروة الاحتفالات بعيد الفصح المجيد، حيث تضرع المؤمنون لله عز وجل بأن يحفظ سوريا ويعم السلام في ربوعها. ألقى مشلي حيث يفوح العبق السرياني ممزوجاً بحضارات مرت عبر تلك المدينة التي منها انطلقت أول المهرجانات السريانية، وفيها بقيت تنثر فرح ابتهاج الأعياد وتعيش طقوس العبادة على وقع التصميم والإرادة بأن تبقى سوريا تلبس حلة العيد رغم أنف من عجز على إطفاء شموعها. نطلب بها اليوم أن يدخل هالإيمان وهالثبات وهالفرحة الروحية تدخل في قلوب الناس جميعاً، والرب يلمس قلوب الناس جميعاً حتى يعملوا الأعمال الصالحة ويحافظوا على بلد سوريا حتى تكون آمنة وسالمة، يحل السلام في كل أنحاء العالم وخاصة بلدنا الحبيب سوريا. إن شاء الله هالسلام يدخل لبلدنا ويعم ونخلص من هالأزمة. نصلي لسيد المسيح أنه تعم بسوريا كلها الأمان والفرحة للشعب كله. نتمنى أيام سوريا كلها أعياد، وإن شاء الله ترجع الأعياد مثل ما كانت دائماً بسوريا. المناسبة اليوم هي ناقصة لأنه في جرح موجود في الوطن، نتمنى نحن نتجاوز هالجرح تستقر الأمور، ورايدين نحتفل، ورايدين نواصل عملنا وحياتنا اليومية رغم كل ما نمر فيه من ظروف. قداديس وابتهالات في أسبوع الآلام وعيد القيامة أقامتها الطوائف المسيحية في القامشلي، حيث ارتفعت الصلوات من أجل السلام في سوريا وإطلاق سراح المطرانين يازجي وإبراهيم اللذين اختطفتهما العصابات المسلحة في ريف حلب. خطف مطرانين رجلي دين هم واهتمام هو نشر ثقافة المحبة بين جميع أطياف المجتمع، بالأخص المطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم اللي هن مثال وقدوة بالحق والحقيقة في نشر هذه المحبة بين كل أطياف المجتمع السوري. تنكر هذه الحادثة الشنيعة التي مست مطرانين رسولين للسلام، المطران يوحنا إبراهيم وبولس ياجي. أتمنى من الرب أن يعيدهم إلى أبرشياتهم في أقرب وقت ممكن. عمل جبان بكل الأحوال، وخاصة نيافة المطرانين قايمين رايحين يقوم بعمل إنساني، بعمل طيب، ولكن عمليات الخطف لمين ما كان لأي جهة ما كانت هي مدانة. من صلب المسيح واضطهده هو نفسه اليوم يحاول صلبنا وطعننا بحرية التآمر، وكما هو مجد القيامة وفرحها كذلك هم السوريون يصلون اليوم على رجاء قيامة سوريتهم.